عفلسطين عأجمل شي بدنيتنا عضحك مزينا العينين صباح السر محبتنا صباح الخير عفلسطين على اللي مجمعين لحباب عتغريدة أمل وحنين تذكرنا بهالأصحاب في فلسطين هذا الصباح سعد صباحكم. أهلا بكم إلى صباح جديد من فلسطين هذا الصباح، وبكل تأكيد اليوم السبت 16 من شباط في مشوار صباحي جديد مع نورة. صباح الخير نورة. ومع محمد كمان، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكم مشاهدينا لهذا المشوار الصباحي المجدد دائما لطلال اللي نحب نجددها برفقتكم كل صباح وعبر شاشتنا شاشة تلفزيون فلسطين. نبدأ هذا المشوار الصباحي، العديد من المحطات الصباحية اليوم حاضرة عنا بصباحنا، أيضا بمختلف التقارير بمختلف المواد أيضا اللي رح تكون من مكاتبنا المختلفة. خلينا نشوفها مع بعض. صحيح. حملة أولاد حارتنا 100 يوم لتجميل مدينة البيرة. أيضا في هذا الصباح رح نشوف أجواء مهرجان غزة الثاني للتسوق. مؤسسة عبد المحسن القطان تفتح باب التقدم للمدرسة الصيفية للدراما. مسافات استثنائية، فيلم خاص عن فلسطين رح يكون حاضر معنا في مشوارنا الصباحي لهذا اليوم. نتحدث أيضا في محطة خاصة عن الصمت الزوجي وآليات التعامل مع هذه الحالة من الجنود. وفي فقرة خاصة عن التجميل رح نتحدث عن تقنية المايكرو بيلدينج لتكثيف الحواجب. هذا مشاهدينا بالإضافة لنافذة مباشرة رح تسحبنا فيها زميلتنا حياة حمدان مباشرة من بيت لحم وتتحدث عن اللمسات التراثية في هذا الصباح. بكل تأكيد، وأيضا سنكون في جولة مع الصحف المحلية الصادرة صباح هذا اليوم وأبرز ما كتبته من عناوين وأخبار وكذلك مع حالة الطقس. خلينا نكون من بعد هذا الفاصل وتفاصيل الحالة الجوية لهذا اليوم، تفاصيل هذا المنخفض يلي بدأنا يعني نشاهد نستقبل أمطار هذا المنخفض بداية من هذه الليلة. تفاصيل كيف رح تكون أيضا درجات الحرارة لهذا اليوم في الحالة الجوية في النشرة، خليكم معنا.
يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا على تفاصيل الحالة الجوية هذا اليوم السبت 16 من شهر شباط. يستمر الجو غائما وباردا إلى شديد البرودة، تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا. الرياح تكون جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج. أما الأجواء مشاهدين هذه الليلة تكون غائمة جزئيا وشديدة البرودة، تسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق. أيضا الرياح تكون جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر مائج. الآن منكون مع درجات الحرارة العظمى المتوقع أن تكون هذا اليوم في محافظات الوطن. أبدأ من القدس، متوقع أن تكون 9 درجات مئوية، رام الله 8 درجات مئوية، نابلس 11، من المتوقع أن تكون العظمى في طوباس 12 درجة مئوية، ومثلها أيضا في جنين، إلى طول كرم 14 درجة مئوية، أيضا في قلقيلية 14 درجة مئوية، سلفي 9 درجات مئويات، بينما المتوقع في أريحة أن تكون هذا لدرجة الحرارة لهذا اليوم 18 درجة مئوية، بيت لحم 10 درجات، وأخيرا مع الخليل 8 درجات مئوية. أما درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات الجنوبية، أبدأها من غزة 15 درجة مئوية، دير البلح 17 درجة مئوية، خان يونس 15، وأخيرا مع رفح 16 درجة مئوية. أما مشاهدين درجات الحرارة العظمى المتوقعة في بعض العواصم العربية والعالمية منشاهدها معا. إذن مشاهدينا هذه الأجواء ستكون لهذا اليوم. دائرة الأرصاد الجوية أيضا تحذر من خطر الانزلاق على الطرق. نتمنى لكم دائما دوام السلامة، وإحنا من هذه الزاوية إلى زاوية أخرى وجولة في أبرز ما جاء هذا اليوم وهذا الصباح. أيضا أخبار على الصفحات الأولى للصحف المحلية الثلاثة الصادرة لهذا اليوم. جولة جديدة مع محمد بدرنة. شكرا نورة. بالتأكيد الصحف الفلسطينية الصادرة الصباح هذا اليوم الحياة الجديدة القدس والأيام. بداية هذه الجولة من صحيفة الحياة الجديدة التي عنونت في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للجدار والاستيطان، أهالي كفر قدوم يجددون دعمهم للقيادة لإفشال صفقة القرن. وفي متابعة لهذا العنوان الرئيسي، إصابات في عريف وبالعين وغزة وتقرير أممي يؤكد تصاعد اعتداءات المستوطنين. في تفاصيل هذا الخبر أيضا، أصيب المواطنان فرحان نجم شحادة ويوسف علي واصف شحادة برصاص الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس خلال مواجهات في عريف جنوب نابلس عقب أداء المواطنين صلاة الجمعة فوق الأراضي التي جرى تجريفها صباح أمس في القرية. كما أصيب العشرات من المواطنين بحالات اختناق شديد، وكان ذلك خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة بالعين الأسبوعية التي انطلقت أمس من وسط القرية باتجاه جدار الفصل العنصري الجديد في منطقة أبو ليمون في الجهة الجنوبية من البلدة، حيث ندد المشاركون في المسيرة بإجراءات الاحتلال. نتابع في هذه الجولة في صحيفة الحياة الجديدة إلى خبر آخر، لجنة المتابعة العربية العليا تحذر من مخطط عدواني جديد ضد المسجد الأقصى في أعقاب سيطرة الاحتلال على باب الرحمة. نتابع في صحيفة الحياة الجديدة وننتقل إلى خبر آخر، الرئاسة تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف قافلة للشرطة الهندية في كشمير. وفي تفاصيل هذا الخبر، أعربت الرئاسة عن إدانتها الشديد للتفجير الإرهابي الذي استهدف حافلات للشرطة الهندية في
في جنوب إقليم كشمير وأدى إلى سقوط العشرات من الضحايا في صفوفهم. وفي برقيتين أرسلهما للرئيس ورئيس الوزراء الهندي، قدم السيد الرئيس محمود عباس خالص التعازي والتضامن مع الحكومة والشعب الهندي الصديق وكذلك أسر الضحايا، داعيا الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان والشفاء للجرحى. نتابع في صحيفة الحياة الجديدة إلى آخر خبر اخترناه لكم من صفحتها الأولى. رئيس الحكومة الإسبانية يدعو لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 28 من نيسان المقبل بعد رفض البرلمان مشروع ميزانيته واستمرار الأزمة في مقاطعة كاتالونيا. من صحيفة الحياة الجديدة ننتقل إلى صحيفة الأيام التي عنونت في صفحتها الأولى إصابة ضابط إسرائيلي بشظايا عبوة متفجرة شرق القطاع، والاحتلال يعتقل شابا حاول التسلل من شمال غزة. نتابع في صحيفة الأيام حسين الشيخ في تصريح له: رفضنا عرضا إسرائيليا للمشاركة بسكة حديد من جنين لحيفا ومنها للعواصم العربية رفضا للتطبيع مع إسرائيل قبل زوال الاحتلال. نواصل هذه الجولة في صحيفة الأيام وننتقل إلى خبر آخر. أستراليا تتخلى عن فكرة نقل سفارتها إلى القدس بضغط من أندونيسيا. وفي تفاصيل هذا الخبر، قال موقع روسيا اليوم إن إندونيسيا تمكنت من الضغط على أستراليا وحملها على التراجع عن قرار نقل سفارتها من مدينة تل أبيب لمدينة القدس، لافتا إلى أنه على ضوء ذلك وقع البلدان اتفاقا للتجارة الحرة بينهما بمليارات الدولارات. وحسب الموقع فقد أعلنت أستراليا بشكل رسمي تخليها عن فكرة نقل سفارتها إلى مدينة القدس، موضحة موقفها بشأن المدينة المقدسة المتمثل بأن القدس الغربية هي عاصمة إسرائيل. نتابع في صحيفة الأيام وننتقل إلى خبر آخر، وهو الخبر الأخير الذي اخترناه لكم من الصفحة الأولى. ترامب يعلن حالة الطوارئ لتمويل الجدار على الحدود مع المكسيك وسط تنديد من قبل المعارضة. نواصل في هذه الجولة وننتقل من صحيفة الأيام إلى صحيفة القدس. صحيفة القدس عنونت: تجريف أراض في عريف جنوب نابلس وعشرات الإصابات بالرصاص والاختناق في مواجهات بالضفة والقطاع. وإلى خبر آخر، العشرات من المقدسيين وأيضا النشطاء اليسار الإسرائيلي والمتضامنين الأجانب يتظاهرون ضد إخلاء عائلة الصباغ من بنايتها لصالح المستوطنين. نواصل هذه الجولة في صحيفة القدس وننتقل إلى خبر آخر. في تصريح لعلماء فلسطين بالخارج، علماء فلسطين بالخارج يدعون لتجديد رفض التطبيع مع إسرائيل، والكويت ترهن التطبيع بالحل العادل والشامل لقضية فلسطين. في تفاصيل هذا الخبر، دعت هيئة علماء فلسطين في الخارج يوم أمس علماء الأمة الإسلامية إلى تأكيد رفضهم التطبيع مع إسرائيل. جاء ذلك في بيان صحفي نشرته الهيئة تعقيبا على مؤتمر العاصمة البولندية وارسو حول الشرق الأوسط، والذي اختتم أعماله يوم الخميس بمشاركة عربية وغربية بالإضافة إلى إسرائيل. نتابع في صحيفة القدس إلى خبر آخر، مصرع مواطن وإصابة 14 في 3 حوادث سير ووفاة طفل من مخيم الفوار بعد سقوط لوح خشبي عليه. في تفاصيل هذا الخبر، لقي مواطن مصرعه وأصيب 14 آخرين مساء أمس في 3 حوادث سير برام الله والخليل وجنين. وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي إزريقات بأن مواطنا من بلدة ترمس عية شمال رام الله يبلغ من العمر 19 عاما لقي مصرعه وأصيب آخر جراء حادث سير ذاتي بدراجة نارية وقع في منطقة عيون الحرمية على شارع رام الله نابلس. مع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجولة مع الصحف المحلية الصادرة صباح هذا اليوم. بالعودة إلى نورة. يعطيك العافية محمد، وشكرا لك على هذه الجولة صحتنا اللي فيها اللي في أبرز ما عنونت الصحافة المحلية لهذا اليوم. ومشاهدينا احنا نبدأ بأولى محطاتنا المنوعة من هذا المشوار الصباحي من بعد هالفاصل، خليكم معنا. هنا
عند مرتفعات الدخان على درج البيت لا وقت للوقت. يفعل العاقلون عن العمل نربي الأمل. صباحكم من جديد. في أولى فقراتنا من مشوارنا الصباحي لهذا اليوم راح نتحدث عن حملة المئة يوم لتجميل مدينة البيرة، وكذلك ضمن نشاط أولاد حارتنا. صحيح، ضمن مبادرة أولاد حارتنا اللي أطلق هذه الحملة إجمالا حملة المئة يوم لتجميل مدينة البيرة، اللي هم مجلس الظل في البلدية والمجلس الشبابي أيضا ومجموعة مسارات فلسطينية اللي أطلقت هذه الحملة بهدف تجميل مدينة البيرة، أيضا تشجيرها وتنظيف أحيائها. هذه الحملة تنطلق اليوم من حي أم الشرايط في تمام 11:00. مزيد من التفاصيل مع ضيوفنا. كل تأكيد، يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. معراج جويد رئيس مجلس الشبابي في بلدية البيرة، وكذلك تمارا حداد عضو مجلس بلدية البيرة، وكذلك ابتسام ربيع عضو مجلس الظل في البلدية. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. شكرا لاستضافتنا.
اهلا فيك. يسعدكم، اهلا وسهلا. اهلا فيك. نتحدث عن هذه الحمله واهميتها اكيد اللي بتعكس روح الانتماء، انتماء المواطن بالحفاظ على مدينته، بالحفاظ على بلدته نظيفه، واحنا بنتحدث عن النظافه اكيد كمان عن حياه صحيه وهي بتاثر كمان على جميع جوانب الحياه. انطلقت هاي الحمله من اهل ام شرايط دائما حاسين انهم مهمشين، فاحنا حبينا نكون على سلم الاولويات لمجلس الظل، فأطلقنا هاي الحملة أولاد حارتنا 100 يوم اللي هو بتقوم على ثلاث محاور. المحور الأول اللي هو توعية، يعني عملنا نشرات من نوزعها ابتداء من اليوم. والمحور الثاني اللي هو عندنا التنظيف، يعني التنظيف راح يكون تنظيف الأوساخ والقاذورات، وأيضا اللي هو عندنا الردم والطمم اللي من خلال المباني والآخره بيكون بالشوارع. المحور الثالث اللي هو التجميلي، اللي بده يكون الأرصفة مثلا ندهنها، تشجير، نشجر الأماكن اللي بحاجة إلى تشجير. جميل جدا. تمارا، كيف ممكن كمان هذه الحملة هي تعزز من الدور الأساسي اللي بتقوم فيه البلدية وبتنفذه للتجميل وتنظيف المدينة؟ أول شيء يسعد صباحكم ويسعد صباح المشاهدين، شكرا لكم لهي اللفتة الكريمة. طبعا بلدية البيرة هي تولي اهتمام عالي جدا بالخدمات وبالتحديد يعني في موضوع النظافة. طبعا السيد عزام اسماعيل وأعضاء المجلس البلدي مهتمين في هذا الموضوع ضمن خطة الميت يوم. خطة الميت يوم راح تكون اليوم إن شاء الله أول يوم بالحملة التوعوية. هذه الحملة التوعوية راح يعني تبدأ وتبلش في منطقة أم الشرايط. منطقة أم الشرايط بيعتبروها الناس مهمشة، لا احنا عم نعتبر احنا بلدية البيرة قائمين بدورنا عبر موظفين بلدية البيرة والدوائر المهتمة في هذا الموضوع، دائرة الصحة والعلاقات العامة والثقافة مهتمة كثير بموضوع النظافة. هلأ احنا رح نكون الحملة التوعوية رح نبلش انه الساعة 11 رح نلف في منطقة ام الشرايط، نوزع البروشورات عبر المحلات الجوامع. ان شاء الله رح تستمر هاي الحملة خلال في فترة المدارس. رح يكون عندنا بالشراكة مجلس الظل وايضا المجلس الشبابي. المجلس الشبابي طبعا اقترح فكرة اولاد حارتنا، هاي الفكرة هي فكرة شبابية بحتة تتناسب مع رؤية المجلس البلدي وتتناسب أيضا مع رؤية مجلس الظل وأيضا تتناسب مع رؤية كل المواطنين اللي بيحبوا يشوفوا مدينتهم مدينة جميلة، مدينة راقية وأيضا مدينة جاذبة لكل الزوار. جميل. مدينة البيرة هي مدينة تستحق وأيضا أهلها يستحقوا. إحنا بدنا نوصل لشعار إحنا البيرة مدينتي، نشارك كلنا بازدهارها، نشارك كلنا بتنظيفها بتجميلها بترتيبها، حتى ما يقولوا الناس إحنا البلدية مقصرين. لا، إحنا بدنا شراكة مع المواطنين، لأنه المواطن عليه مسؤولية وعليه حق أنه مدينته لازم يشعر في المكان اللي فيه أنه في أمن وأمان وفي راحة. نعم. في المكان اللي رح يكون متواجد له. وبالتالي إحنا عم نحكي إحنا شعار النظافة هو أخلاق، هو حياة، هو عبادة، هو فن. وبالتالي إحنا مسؤوليتنا أنه نغير النظافة لثقافة قوية جدا وهي ثقافة التجميل ضمن الخطة الميت يوم اللي عم تشتغل عليها العلاقات العامة والصحة والثقافة وبالشراكة أيضا مع المجالس اللي احنا بنعتبرهم المجلس الشبابي وايضا مجلس الظل والمسارات هم اجنحه لبلديه البيره وشركاء فعليا. نعم، هو شركاء فعليين لانه كثير عم بتضامنوا معنا، عم بيساندونا كيف احنا نوصل لمرحله قويه جدا، المرحله اللي هي الفعاله. احنا مشاركه المواطنين وبشكل فعال وبشكل قوي جدا انه نوصل انه للمبتغى اللي بده اياه المواطن، انه البلديه عم بتقوم بواجبها واحنا ان شاء الله رح نقوم بواجبنا، ولكن بدنا شراكه حقيقيه، شراكه مجتمعيه ومساءله مجتمعيه من الجميع من المواطنين حتى نوصل لمرحله قويه اللي انتم بدكم اياها، وهي انه مدينه حقيقيه تستحق، لأنها فلسطين تستحق والمدينة البيرة تستحق وأيضا كل المدن فلسطين هي تستحق. أكيد أكيد. يعني نتحدث عن فكرة بدأت من الشباب لأنها تتطبق من البلدية، من الأعضاء كمان مرافقين مع البلدية، تبدأ فعليا هذه الحملة على أرض الواقع. تحدث عن دور الشباب اللي قديش ممكن أنه هو ينجح هذه الفكرة، بالأخص أنها هي بداية الفكرة كانت منه. طبعا أكيد للشباب في دور كبير ودورهم كبير كثير، لأن بصراحة المسؤولية تقع عليهم هم في الأولوية. تغيير الثقافة بصراحة ببلش من عند الشباب، وإحنا من خلال هاي الحملة بدنا نركز أكثر إشي على الشباب، لأنه التغيير ببلش من عند الشباب. حابين من خلال هذه الحملة بأنه نحول النظافة لثقافة، نشرك جميع الشباب معانا علشان يحسوا
بالشغل اللي هم بيشتغلوا فيه، لما هم يشاركوا يستلموا مثلا شارع معين يشاركوا بتجميله. طبعا الحمله هاي لا تشمل فقط النظافه، اي عمل تطوعي بحب الشباب انهم يشاركوا فيه. مثلا في عندنا رسام حابب انه يرسم جداريه في هذا الشارع، فليكن يشارك في اي شيء هو بحب. بالتالي لما انت تشرك الشباب هون بحافظ وبمنع الناس انها تخرب. جميل جدا. طيب ست ابتسام، يعني محكي لي كيف كان التواصل كمان من اجل الحشد لهذه الحمله؟ اولا انا استغليت صفحات الشرايط الموجوده على الفيس وتواصلت معهم كلهم، وكنت اول باول ابعث لهم تحركاتنا. امبارح يعني بعثت لهم البروشور اللي طبعناه من نوزعه، عبارة عن 100 ورقة من نوزعها على المساجد والمدارس والسوبر ماركت المهم اللي عليه إقبال كثير، وحتى البيوت. كلنا يعني كمجلس، كلنا كخلية نحل، كلنا بنشتغل يد واحدة، عندنا هدف واحد وبيد واحدة. وبشكر باسمة طاها اللي هي عضوة في المجلس اللي أتاحت لنا هذا اللقاء. طيب تمارا، بدنا تفاصيل اكثر. هل 100 يوم، هل هم ليش 100 يوم بالذات؟ كمان ال 100 يوم كيف رح تقسموها على الاعمال، على طبيعه الانشطه؟ هل رح يكون نشاط بشكل يومي او انه في تحديد ساعات معينه يجب انه كل اهل البلده يتوجهوا لمكان محدد؟ يعني اعطينا طبعا التفصيل انه هلا خطه ال 100 يوم، الخطه هي رح تشمل بكافه النواحي. ليش احنا بلشناها بحمله توعويه؟ لان احنا عارفين انه الجو رح يكون فيه مطر، وبالتالي بلشناها من اليوم كمرحله توعوية من هون لمدة أسبوعين. ببداية شهر 3 رح يكون يعني بالضبط أنه رح نحقق هذه خطة 100 يوم عبر تجميل المدينة، تشجيرها، تظبيط الدواوير الموجودة في المدينة كلها كاملة. رح ننطلق من أم الشرايط حتى أنه ما يشعر أم الشرايط أنها منطقة مهمشة. ثم رح ننطلق لسطح مرحبا، للبالوع والإرسال. اليوم إحنا رح نوزع طبعا عبر الشباب المعانا هذا البروشور. رح نوزعه على المحلات أنه مكتوب عليه أنه مدينة البيرة تستحق أن تكون نظيفة، ويستحق مواطنيها أن يعيشوا في بيئة نظيفة. احرص على إلقاء النفايات في المكان المخصص لها. النظافة ثقافة وأخلاق وحياة. وأيضا هنا في عنا شعار محطوط عنا البيرة مدينتي، وشاركوا في ازدهارها. هذا رح يتم توزيعه اليوم من خلال هاي الحملة التوعوية. هذه رح تظلها مستمرة، رح يكون خلال الأسبوع عبر طبعا عضوات من المجلس الظل وأعضاء أيضا من المجلس الشبابي يتم توزيع هذا البروشور أيضا في المدارس. ليش إحنا مهتمين في المدارس؟ مهتمين في المدارس لأنه الأساس في التوعية للأطفال هي المدارس. رح نحكي للمدراء والمعلمين إذا بلشنا عن جد إنه مع أطفالنا نرسخ فكرة الثقافة إنها النظافة هي ثقافة، رح كتير رح يكون في عنا هاي الحملة مسهلة وميسرة علينا. كمان إحنا عم نحكي في عنا المجلس المشترك، يعني عبر العضو المجلس البلدي منيف طريش رح يشتغل معنا عبر هذا، لأنه رح يوزع أيضا بروشورات إنه كيف إنه إحنا إنه المواطنين عليهم مسؤولية تجميع اللي هي ضريبة المعارف. لو كل يوم كل عائلة حوشت حطت في السقاطة بس شيكل واحد، في نهاية السنة رح يكون في عنا ضريبة المعارف. هلأ بلدية البيرة رح تدفع، هي بغض النظر رح تقوم وتدفع وتشارك في هذا الموضوع، ولكن في نهاية المواطن، في نهاية المطاف المواطن عليه مسؤولية. إذا لم تدفع هاي الضريبة البلدية ما رح تقدر تستمر، لأنه إحنا كبلدية مستمرين في شغلة الضرائب، وهذه اللي إحنا اللي ماشيين عليها. لأنه بلدية البيرة لما بتقدم هاي النفايات أو بتوصلها لجنين لزهرة الفنجان، وبالتالي هي تكلفة كبيرة جدا على بلدية البيرة. فنحن بحاجة إلى تكامل حقيقي ما بين المواطنين ودفع هذه الضرائب. يعني هي شيكل واحد في اليوم إذا تم تحويشها لنهاية السنة ما رح تأثر على المواطن أكيد. وبالتالي إحنا هاي الحملة رح تستمر لمدة 100 يوم، ولكن هذا ال 100 يوم لن تقف على مدة 3 أشهر، وإنما رح تستمر أكثر من 3 أشهر، لأن هاي النظافة هي مستمرة وبشكل متواصل لأكثر يعني وبالتأكيد لخلق ثقافة زي ما ذكرتي. وأكيد معراج تحدث عن أنه تحويل مبدأ المشاركة في أعمال زي التنظيف لثقافة موجودة عند طلاب المدارس، عند الشباب، وعند كل فئات المجتمع. هون أنا بدي أتحدث معك أيضا معراج عن أهمية العمل التطوعي، وهو جزء لا يتجزأ هذه الحملة من مبادئ العمل التطوعي، وواجب كل فرد يعني تجاه مدينته وتجاه المجتمع اللي هو بعيش فيه. صحيح.
للأسف الشديد العمل التطوعي في هذه الفترة يعني مأخوذ عنه فكرة عاطلة، لأنه إذا أنت بتيجي تعمل عمل تطوعي أنت جاي تلم زبالة باختصار. إحنا بدنا نحاول إنه لا، تعال اعمل اللي بدك إياه، اتطوع في المجال اللي أنت شايف حالك مناسب فيه. أنت طبعا هذا اللي إحنا بنحاول نعززه من خلال المجلس الشبابي. أنت مبدع في مجال الثقافة، تعال خطط لنشاط ثقافي. طبعا التطوع بيفتح فرص، وغير عن هيك إنه بيساهم في ازدهار المدينة، لأن بصراحة للمدينة فيش غير شبابها، ولازم شبابها يعطوا دون مقابل علشان تزدهر المدينة. ممتاز. ست ابتسام، تحدثتي انه انتم رح تقوموا بتوزيع البروشورات على المدارس، ايضا في الجوامع، الاماكن اللي بهمها واللي بتجمع اكبر عدد ممكن من المواطنين عامه. هل رح يكون في برنامج محدد تدخلوا فيه للمدارس، طرق معينه كمان لحتى نزرع هذه الثقافه، انه قبل ما احنا ما ننظف بالتالي ما يكون من الاساس في اوساخ في الشوارع في الاماكن العامه اجمالا؟ أنا معلمة على فكرة، من خلال كوني معلمة رايحة يعني أتواصل مع المدارس. هم ثلاث مدارس الموجودين في أم الشرايط اللي هي بتعرف التركية والكرامة والوحدة، راح أتواصل مع المدراء ومع المنسقين اللجان الصحية حتى إن أدعم برنامجي. كمان رايح يعني أحكي لهم إنه لازم نغير السلوك، مش بس إحنا نظفنا اليوم، لازم نغير سلوكنا انه ما يتوسخ اللي نظفناه، هذا الاهم. يعني مش اني عملت حمله 100 يوم وبعد اسبوع انها تصير ترجع الاوساخ كمان مره، تغيير السلوك بدنا نشتغل عليه في المدارس ان شاء الله. وبعدين النفايات اللي هي اعاده التدوير واعاده الاستخدام، يعني عندنا في كل الدول المتطوره هلا صاروا من النفايات يصنعوا اشياء كثيره، هذا كمان بدنا نشتغل عليه في المراحل القادمه ان شاء الله. جميل ان شاء الله. تمارا، مع الجو اليوم رح بينفع تنزلوا؟ والله احنا رح ننزل اول شيء، بالعكس يعني روسيا لما بينزلوا على الشغل في تكون تحت درجه الحراره 70، ليش ما احنا ننزل كمان؟ الجو كثير لطيف، هذا ببشر انه في خير وفي تفاؤل في امل. احنا رح ننزل على الشارع، واللي بيحب يشاركنا اهلا وسهلا فيه. جميل جدا. هون بنحكي تمارا ايضا، بعد فصل الشتاء دائما بيكون في يعني مجموعه من التحديات اللي بتواجه اي بلديه في اي مدينه. صحيح. طبعا بسبب الامطار وايضا شو بتحمل معها من عوالق، بيكون هذا الحكي بتسبب ببعض الاوساخ في بعض الشوارع طبعا. وهنا احنا بنحكي ايضا عن اهميه هاي الحمله في بعد موسم شتاء واقبالنا على الربيع، وهو يعني اجمل المواسم عندنا بفلسطين، وكيف هذا الحكي ممكن كمان يخدم المدينه، لانه المدينه زي ما انت بتعرفي هي مقصد لكل الناس من مختلف محافظات الضفه الغربيه. هلأ بشكل عام في فصل الشتاء في عنا لجنة طوارئ في بلدية البيرة، حتى تكون هاي اللجنة تتناسب مع الظرف الحالي. هلأ فترة الشتاء بالعكس هي في هناك طواقم عم أنه بهيئوا هاي المنطقة أنها ما تتأثر خلال فصل الشتاء ضمن الأجواء الحالية من الشوارع وإلى ما ذلك، وبالتالي هذه المرحلة إذا تم تهيئتها في فصل الشتاء رح يتم تهيئتها لفصل الربيع. هناك طواقم لتحضير هذه المدينة، هي بالعكس المدينة زاهرة وكثير يعني جاذبة لكل المناطق، ولكن هناك بعض الأشخاص أنه بهيئوا انه لا في بعض القصور. لا، هناك ما في قصور، هي مدينه جميله تستحق مدينه البيره. هناك استعداد لفصل الربيع واستعداد لفصل الصيف. ليش؟ انت بتعرف انه مدينه البيره فيها مغتربين كثير. الاستعداد رح يكون في اكثر من وجه، في عندنا وجه ثقافي، رح يكون في عندنا مهرجان البيره الثقافي اللي بنعمل كل عام، رح يكون في مؤسسه شباب البيره رح يشترك في هذا الموضوع، راح يكون في عنا ايضا نشاطات كثيره عبر مجلس الشبابي وايضا مجلس الظل. هذه الانشطه تتناسب مع رؤيه المواطنين، تتناسب ايضا مع الشباب، تتناسب ايضا مع اطفالنا. راح يكون في فصل الصيف وفصل الربيع دورات للاطفال، هذه الدورات تشمل الناحيه الثقافيه والاجتماعيه، وايضا حتى هناك راح يكون في عنا كثير تواصل حقيقي ما بين المواطنين. بلديه البير هي بتحب تعمل هناك تواصل حقيقي مع المجتمع المدني، مش بس هنا فقط هي خدماتيه، لا هي بالعكس هي اجتماعيه واجتماعيه بحته وخدماتيه ايضا. هي بتقول بس شيء واحد، انه احنا مع المواطنين، واي لوم من المواطن اي شكوى احنا مستعدين نتقبل
قبلها بكل رحابة صدر. بالعكس يعني الباب البلدية مفتوح عبر أعضائها ومجلس البلدي، وأيضا موظفينها يعني مستعدين يستقبلوا. بل احبس بالعكس احنا بدنا هذول المواطنين يجوا، حتى انه ما نشعر انه احنا استغفلنا هذا الموضوع، استغفلنا هذا الامر. بالعكس احنا راح نتعاون بكل يعني بكل جديه وبكل امر، انه ما نشعر انه احنا مقصرين. بالعكس احنا راح نتفاهم نتعاون بكل رحابه صدر حتى نوصل انه مدينه البيره هي مدينه نعم هي تستحق، وفلسطين أيضا تستحق. جميل. نعم، برجع لك معراج مرة أخرى. من بعد مرور هالمئة يوم، قديش ممكن تشعر أن الشباب في مدينة البيري فعليا تأثروا بهالمئة يوم، وبالتالي تضلها هالسلوكيات الصحيحة بنتمنى فعليا أنها تنعكس بصورة إيجابية عليهم، أنها تضلها هي من السلوك الدائم السلوك اليومي في الحياة، مش بحاجة لحملات إن شاء الله يعني لحتى تذكير المواطنين تذكير الشباب عامة بأهمية الاهتمام أو من خلال حملة، لازم أن يكون الإشي مبادرة ذاتية. تمام، أنا واثق بأنه كل من سيشارك في هذه الحملة هو شخص واعي، وبالتالي سيؤثر على من حوله. بعتقد بأنه الحملات بالعكس إحنا لازم نزيدها، مش شرط أنه إحنا ننقصها، لا لازم نزيدها، ولكن يختلف الطرح. يعني أنك تخلق مثلا جو منافسة بين الأحياء، أجمل شارع أجمل حي، فبالتالي انت هيك بتشجع الناس على انها تعمل وبتطور من فكرتك وبتطور من الفكره، وبالتالي زي ما انت حكيتي بتاثر نفسيا وبأثر على اللي حواليك. جميل جدا. ست ابتسام، بعرف كمان في مجلس الظل في نشاطاتكم اللي دائما بتكونوا بتنفذوها مع المؤسسات النسوية والجمعيات، وهون بدي أحكي كمان دور هذه الجمعيات والمؤسسات إنها تكون في تواصل معكم في مثل هذه الحملة، لحتى توصل أيضا الفكرة من خلال هذه المؤسسات لأكبر شريحة ممكنة ولأكبر عدد ممكن. رح نركز على كل الجمعيات. جمعية المرأة العاملة للتنمية الفلسطينية دائما دعمانا وراح تسندنا وراح تخرج معنا على الشارع وتشاركنا، وراح نركز على المجلس المشترك اللي هو المسؤول عن نظافة المنطقة، راح يجيب عمال ويجيبوا جرافة حتى انه الطمام الموجود حتى انه هذا نركز على الشباب الموجودين في ام الشرايط المتطوعين. يعني إذا نفس الشباب اللي من نفس المنطقة هم اللي نظفوا أكيد رايحين يحافظوا، أما من طرف ثاني أجا نظف مش راح يكون محافظين زي أو أبناء المنطقة نفسها. ممتاز. تحدثنا أنه يعني الحملة هي مش بس حفاظ على النظافة، هي كمان تنظيف أحياء وشوارع مدينة البيرة وأيضا تسجيرها. يعني بعد هلأ هاي كيف رح تكون عملية التسجير؟ هل البلدية رح توزع أو رح يكون في هناك أسعار معينة، أو أنها هي ذاتيا يعني كل فرد بحب أنه يزرع في محل معين بتولى هو زراعة هالشجرة أيضا هو أنه يحصل عليها؟ هلا بلدية البيرة في عندها مشتل، هلا هذا المشتل هي بلدية تعتني في هذا المشتل، وبالتالي تسجير هذه المناطق هي طبعا مجانية. بالعكس أي مواطن حابب يزرع إحنا كبلدية مستعدين نقدم له الزراعة. ليش إحنا بدنا المواطن يزرع؟ لما هو بيزرع بإيده راح يثبت إنه هاي الأرض إنه هاي المنطقة اللي زرعها إنها إله، وبالتالي بيعتني فيها. وعشان هيك إحنا منشجع إن المواطن لا إحنا كبلدية منكون معك، منحاول إنه نساعدك في الأرض نحفرها حطها في إيدك، حتى إنه لما أنت حتحطها في إيدك إنه تشعر إنه في انتماء، وهذا الانتماء لما أنت تزرعها وتسقيها بتشعر إنها كبرت شوي شوي. هذا المواطن إنه راح يهتم فيها كيف اللي بربي ابنه أو بنته، تعب فيها تعب فيها. هذا اللي إحنا بدنا نوصله، إنه المواطن إنه ينتمي لهاي الأرض، ينتمي للمكان اللي زرعه حتى ما يكون في تقصير من أي جانب، لا المواطن ولا البلدية ولا أي حتى مجتمع. الشيء آخر، الشجر هي موجودة في البلدية لأنه في عنا عم نهتم في هذا الموضوع، المشتل عم بكتير في موظفين عم يهتم في هذا الموضوع في زراعتها، في حتى أنه يتم استثمارها في تشجير مدينة البيرة. هذا المشتل كتير مهم جدا. هلأ إحنا مجلس الظل، إحنا لما حكينا بدنا نعيد أنه مجلس الظل ليش شكلناه أو مجلس الشبابي، مجلس الظل هو عبارة عن هيئة نسائية. هلأ الهيئة النسائية هذولا أنه كلهم كفاءات، وأيضا مجلس الشبابي عندنا كتير من الكفاءات
الشبابيه. هلا الشبابي مع النساء، هاي الفكره لما بيطوروها، فكره النظافه وفكره يعني توسيع هاي الفكره على اكثر من مضمار، هنا بيقوم في تحشيد المواطنين وتحشيد الشباب والنساء. ليش احنا عم نهتم في اولويه وهي النساء والشباب؟ صحيح. انت لما بتهتم في فئه النساء وهو البلدي. تكامل، لانه النساء لما بتوصل الفكره اكثر من الرجال، مع احترامي للرجال، النساء او الامراه او الشاب لما بيوصل هاي الفكره بتوصل اكثر. كيف الإشاعة لما بتحكي بفكرة صغيرة بتوصل عبر النساء أكثر؟ لا، إحنا بدنا نوصل فكرة صحيحة نعم إيجابية وصحيحة عبر النساء والشباب، وهذا اللي إحنا كبلدية نصب إليه كأفكار. جميل جدا. معراج، في نهاية هذه الفقرة هيك حابب كمان رسالة منك للشباب وكذلك لكل الفئات اللي انتو حابين تستهدفوها. اليوم أول يوم في الحملة، الساعة 11 حتكونوا في أم الشرايط، فخلينا هيك رسالة منكم كمان. رسالة للشباب بأنه المستقبل مستقبلنا، خلينا أحكي مستقبل البلد بإيدينا. إذا إحنا ما غيرنا مش راح نستنى حدا تاني يجي يغير لنا، ولا حدا راح يغير لنا. فإحنا بندعو كافة الشباب، مش فقط في هذه الحملة، ندعو الشباب كافة بأنها تشاركنا في كافة الأنشطة عشان نوصل للهدف اللي إحنا نصبوا إليه، وهو مدينة زاهرة نظيفة جميلة. واللي بشوفنا ينزل الساعة 11 معنا جوكتات وشمسيات كلها. موفقين ويعطيكم العافية. أكيد كل الشكر لكم سيدة ابتسام ربيعي، عضو مجلس ظل في بلدية البيرة، تمارا حداد أيضا عضو مجلس بلدية البيرة، ومعراج جويت رئيس مجلس الشبابي في بلدية البيرة. يسعد صباحكم مرة ثانية، موفقين إن شاء الله بهذه الحملة. أهلا وسهلا فيكم. الله يسعدك. أكيد مواصلين في مشوارنا الصباحي لهذا اليوم، وراح نكون نورة مع مهرجان غزة الثاني للتسوق مع الزميلة سلوى ياسين. صباح الخير لكم زملائي، وصباح الخير لكم مشاهدينا الكرام، حيث نتواجد الآن في منتجع الشاليهات السياحي الذي يقام في مهرجان غزة للتسوق لدعم الرياديين والرياديات. تفاصيل أكثر راح نوفيها معكم، ولكن بعد هذه الجولة فخليكم معنا. مشاهدينا الكرام، نستوفي وإياكم إقامة هذا المهرجان للتعرف أكثر على أحداثه معي الأستاذ محافظ غزة أبو النجا. يعطيك العافية. عافيك الله. طبعا يعني رأيك بهذا المهرجان، وقديش أنه الهدف منه بدعم الدور النسوي والرياديين والرياديات، وأن يكون هناك انطلاق لهم انطلاقا من هذه الحالة التي نعيش، لابد لنا أن نبحث كيف يمكن لعنصر الشباب أن يجترح كل ما من شأنه أن يعود بالنفع عليه وعلى شريحته وعلى المجتمع وعلى حالتنا الفلسطينية خارج الوطن. إننا اليوم أمام منتجات متعددة الأشكال والألوان والمسميات، هذه قد لا تكون موجودة في مناطق أو في دول أخرى، لأننا كفلسطينيين اعتاد العالم علينا أن يجدوا وأن يسمعوا وأن يأخذوا عنا أشياء كثيرة. اليوم سنطل على العالم باختراعات واكتشافات وإبداعات ومنتج من الطراز الرفيع لا يضاهى. كيف ممكن أنه إحنا ندعم المنتج الوطني على المستورد ويظل باقي وحاضر في جميع الأسواق الفلسطينية؟ ولا نحن بحاجة إلى سياسة وإلى قرارات، هذه القرارات تؤكد على المنتج وتدفع باتجاه ألا نبقى ننظر كما ينظر غيرنا إلى ما يأتيه من وراء البحار. غيرنا يلبس مما لا يصنع ويأكل مما لا يزرع، نحن نقول وشعارنا يقول نأكل مما نصنع مما نزرع ونلبس مما نصنع ونصدر مما ننتج كذلك. هذا شكل من أشكال الإبداعات،
شكرا للأستاذ إبراهيم أبو النجا محافظ غزة. مشاهدينا الكرام، مقابلات أخرى أيضا وحول المنتجات الفلسطينية. لتفاصيل أكثر عن هذا المهرجان معي الأستاذة هبة الهندي وهي مديرة المعرض. يعطيك العافية وسعد صباحك. الله يعافيك، أهلا وسهلا فيكم، نورتونا. طبعا الفكرة من وين انبثقت؟ الفكرة انبثقت من الظروف الصعبة، قدي أنت لازم تحتضن الرياديين والرياديات وتسلط الضوء عليهم، ولتخرجيهم من البوتقة البيتوتية لتسلط الضوء عليهم، بيمروا بظروف صعبة، كيف تخرجيهم من الفقر المدقع أو تساعدي ذوي الإعاقة، تحتضنيهم، بتقولي انه بتجمعيهم فيس تو فيس الريادي مع المستهلك، هذا بدي تطوير لمنتجه لفرصه بيع، ايضا ليكون الشيء داخلي وخارجي بعيد المدى وقريب المدى، قريب المدى اللي هو بيع من نفس المعرض، بعيد المدى الحمد لله هناك اتيح لفرص عديده لبعض الزوايا بالتسويق خارج فلسطين العديد من البلدان، وهذا إذا أدى بيؤدي إلى قوة معارضنا ومهرجاناتنا. فلهيك بنتمنى من جميع المؤسسات الدولية أو رجال الأعمال احتضان هذه الزوايا ذوي الفقر المدقع أو ذوي الإعاقة وتبنيهم لتسليط الضوء عليهم ليعم منتجهم داخل البلد وخارج البلد ولمساعدتهم للظروف الاقتصادية. هل بتعتقدي انه إقامة هاي المعارض ممكن تساهم في تغيير حياة المشاركين بالإضافة إلى أيضا ترويج عن منتجهم الصناعي والتسويقي والوصول إلى طموح أعلى من اللي هم موجودين هلأ فيه؟ كلامك صحيح 100%، أصلا هدفنا الوحيد انه تسليط الضوء عليهم، تعزيز منتجاتهم، تعزيز الأنامل الفلسطينية والمنتج الفلسطيني والخامة الفلسطينية، هذا بديهم المعرض والمهرجان بدعم منهم ليفتح لهم أفق بعيد، ايضا للترويج للبضاعه تبعتهم للمنتج تبعهم، ما بيكونوا خلف الاونلاين خلف شاشه الكمبيوتر او الجوال، هاي المعارض بتدعم المصداقيه فيس تو فيس بين الزبون وبين الريادي، هذا كمان بيؤدي لرؤيه منتجاته كلها مش بس اللي مسلط عليها الضوء عن طريق السوشيال ميديا، هذا بدعم المصداقيه وبصير بعد هيك الطلب عليهم اكثر واكثر. شكرا للأستاذة هبة الهندي مديرة المعرض المقام، وأيضا هناك زوايا كثيرة ومختلفة. معنا إحدى الرياديات والمشاركات في هذا المهرجان نتعرف عليها. يعطيك العافية. يعافي قلبك، يسعد صباحك. صباح الخير حبيبتي. يعني نتعرف عليك. أنا إسراء جبير صاحبة مشروع مطرزات الملكة. بداية كان مشروعي أونلاين وما زال أونلاين، كانت في علاقة بيني وبين المشاركين معي على الانستغرام والفيسبوك، بعدين حبيت اني اطور من الفكره تبعتي فدخلت محل ودخلت هون بالمعرض، شاركت لاول مره وان شاء الله يا رب تكون اول مره في بدايه فتحه الخير مع الاستاذه هبه الهندي. كان هون يعني بتواصل اكثر مع المشتركين مع الزبائن، بصير بيني وبينهم ثقه وان شاء الله يا رب نكون عند حسن ظنهم. كيف انبثقت الثقه بينك وبين الزبائن؟ بالصدق، يعني كانوا يوصوني على شغلة على الفيسبوك أو على الانستغرام كنت أعطيهم زيها بالضبط الحمد لله. قديش هذا المهرجان ممكن يأثر على مشروعك، ممكن يطوره؟ إن شاء الله أكيد رح يطوره كتير، لأنه ما شاء الله الأستاذة هبة إلها معارف كتير والزبائن إلها ضيوفها كبار ومحترمين، فأنا إن شاء الله يعني بسعى إنه أغراضي تطلع برا البلد وأعمل علاقات وأفتح فروع برا. شو بتقولي للصبايا اللي مثلك؟ أي صبية عندها حلم تبادر فيه، حتى لو كان يعني الإمكانيات كتير قليلة بس تبلش تحط أول خطوة وإن شاء الله بيتحقق حلمها. يعني بتشجعيهم إنهم يبادروا بتنفيذ طموحاتهم على أرض الواقع وما في شيء مستحيل؟ أكيد صحيح صحيح، أكيد الثقة والطموح ما في شيء بيكسرها. شكرا لك ونتمنى لك مزيد من التقدم. زاوية أخرى من زوايا المعرض ويسعد صباحك. يسعد صباحك. نتعرف عليك. يارا جودة. يارا، أنا حابة أعرف سبب مشاركتك بهذا المعرض. هو احنا شركة اونلاين فتحنا جديد وحابين نروج عن حالنا وناس تعرفنا اكثر، لانه احنا يعني عندنا اشياء مميزة وبنحب انها تستهوي الناس، عشان هيك شاركنا بالمعرض اليوم. هل مشاركتك بهاي المعارض بتحقق اهدافك؟
بالتأكيد، لأنه ما شاء الله المعرض لسه حاليا في بدايته، لكن واثقين إنه في ناس تانية رح تيجي وناس رح تعرفنا أكثر. كيف ممكن إنه إحنا نبني ثقة ما بين البائع والمشتري؟ طبعا أول إشي لازم يكون البائع يبيع إشي جيد وعشان الناس تشتريه أصلا، لازم يكون طبعا عنده ثقة بالمنتجات إنه، وتكون منتجات أصلا منيحة يعني كجودة كشكل وما إلى ذلك. بعدين لازم يكون صادق بالبيع، انه مثلا ما يكون مثلا بيكذب اشياء ثانيه او انه يعني انت عارف يعني يكون في مصداقيه يعني. بالتاكيد طبعا لازم يكون دائما بشكل عام الابتسامه الطريقه الحلوه. احنا بنتمنى لكم التوفيق. تسلمي لي وانتم كمان. رح ننتقل لزاويه ثانيه احدى الزوايا، يعطيك العافيه. الله يعافيك، اهلا وسهلا. شو اسم زاويتك؟ فاتن لنعش الحنة. هل بتعتقدي انه المعرض اللي مثل هذا ممكن انه يروج عن ابداعك عن طموحك؟ صحيح، هو المشاركات بالمعارض اللي زي هيك هي اللي بتخلي الناس انها تعرف الزاويه تبعتك، تعرف مشروعك، وهيك بنتشر يعني بنشهر المشروع وبصير في عليك انه ناس تعرف انه في زاويه لفاتن لنعش الحنة. كيف شايفه اقبال الناس؟ سؤالهم عن المشغولات او عن اللي انت بتشتغليه؟ اكيد في اقبال يعني بشجعوا بياخذوا رقم تليفونك بيتواصلوا معك؟ اكيد طبعا بيتواصلوا معي اول يعني بيجوا بيجربوا بيحكوا خلص بيرجعوا لي مره ثانيه بيتواصلوا معي بعد هيك انه ممكن تجينا البيت او هم يجوا عندي على البيت او المحل او اي شيء. طبعا هل بتشوفي انه هذا الشيء ممكن يغير شيء بحياتك، ممكن يعني يرتقي فيها على الاقل ماديا؟ اكيد طبعا، احنا اول شيء هذا المشروع اول شيء كان هوايه لإلي، بعدين انا حولته ل يعني زي مصدر رزق هيك. يعني اخذتيه كمهنه خاصه وانه احنا بنعيش اوضاع اقتصاديه صعبه، شو بتنصحي الصبايا اللي مثلك؟ اكيد كل وحده عندها هوايه باي شيء تنميها وتبدا تشتغل فيها، تفتح مشروع صغير. شكرا لحضرتك. اهلا وسهلا فيك. تمام، ايضا ننتقل لزاويه اخرى مشاهدينا الكرام، يعطيك العافيه. فيك. يعني انا شايف الزاويه هون زاويه ميك اب وطبعا منتجات نسويه، ليش انت حددتي انه يكون طبعا معرضك او المكان لمنتجات نسويه؟ لانه احنا كنساء بنلزم بنحب انه نستخدم ادوات تجميل لنا يوميا وبنعوزها دائما، يعني دائما المراه بحاجه للتجميل، للتجميل ولتجديد بشرتها وشبابها. تعطيهم نصائح وارشادات؟ اكيد بحب أقولهم إنه دايماً يجددوا حالهم ويجددوا شبابهم ويهتموا في حالهم وخلص. هل المشاركة بهاي المعارض بتعمل تغير بحياتك؟ أكيد بتطورني من كل يوم لأكتر وبتكبرني وبتخليني معروفة أكتر ويعرفوا إنه أنا عندي منتجات وإنه أنا بجيب وبسيب من برا. نعم، لدعم الرياديين والرياديات ولدعم المنتج الوطني الفلسطيني في كافة فلسطين من خلال إقامة هذه المعارض التي تهدف إلى دعمهم وإلى تنفيذ طموحاتهم. أيضا وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الفقرة الصباحية من فلسطين هذا الصباح، وعودة إلى الزملاء في استوديوهات رام الله. نشكر زميلتنا سلوى ياسين على إعدادها المحطة الصباحية، وضعنا في أجواء أيضا مهرجان غزة الثاني للتسوق، وإحنا بنواصل محطاتنا المختلفة من هذا المشوار الصباحي من فلسطين هذا الصباح. أكيد رح نتحدث عن المدرسة الصيفية لتعليم الدراما في مؤسسة عبد المحسن القطان، وطبعا افتتاح المؤسسة للتسجيل في المدرسة. بنتحدث عن الدراما في التعليم اللي هي وسيلة فعالة من وسائل التربية والتعليم اللي بتستخدم بشكل رئيسي أو بتستخدم بشكل رئيسي النشاط التمثيلي ليتوحد الطالب مع دور معين في موقف معين وتكون علاقة ما بينه وما بين المادة التعليمية. صحيح، إيمانا بهذه الفكرة وبتوظيف الدراما في التعليم، يعلن برنامج البحث والتطوير التربوي في مؤسسة عبد المحسن القطان عن فتح باب التسجيل للمعلمين للمشاركة في برنامج الدراما في سياق تعليمي لمستوى سنة أولى من عام 2019 اللي رح يتم تنفيذه خلال المدرسة الصيفية اللي تحدث عادة ما بين الفترة المتوقعة ما بين 3 ل13 من تموز العام 2019.
رح نكون بتفاصيل هالمادة وكيف ممكن كمان للمعلمين يشاركوا ويقدموا لهذا البرنامج. بكل تأكيد مع ضيفتنا فيفيان عازر، وهي طبعا باحثة في مؤسسة عبد المحسن القطان. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح المشاهدين. طيب تحدثينا عن، احنا هون نتحدث انه مؤسسة عبد المحسن القطان فتحت باب التسجيل للمعلمين للي بيرغب انه هو يشارك بهذا المستوى الاول، خلينا نقول من الدراما في التعليم. تفاصيل اكثر تعطيها للمشاهدين للمعلمين ان امكن انه اليوم عم بيشاهدونا اللي بحب كمان ينضم لهذا البرنامج. المدرسة الصيفية للدراما في التعليم هي حاليا السنة في سنتها 13، افتتحت سنة 2007. من سنة 2007 حتى اليوم صار تخرج عنا حوالي، انضم لها حوالي 500 معلم ومعلمة من فلسطين ومن أنحاء الوطن العربي ومن شقيقتنا غزة. مدرسة الدراما للتعليم هي مدرسة بتبناها برنامج البحث والتطوير التربوي في مؤسسة عبد المحسن القطان، فيها هيئة أكاديمية عالية بتضم معلمين من الفلسطينيين ومعلمين من الخارج، معلمين أجانب. محورها الرئيسي أنه بتقدم منهجيات وأدوات وأساليب تعليم جديدة بتمكن المعلم من أنه يطور أدواته ويطور منهجياته في التعليم، بحيث أنه يقدم التعليم بطريقة مختلفة لأطفال الحالي، يعني الجيل الحالي. بالنسبة للمدرسة الصيفية هي بتقوم على ثلاث مستويات. المستوى الأول اللي هم الطلاب اللي بتقدموا له، المعلمين اللي بتقدموا له هاي الفترة، بيقدموا لمستوى سنة أولى. بهاي المرحلة بيخوضوا تجربة مدتها 11 يوم، بتعلموا فيها كل هاي المنهجيات، لكن مش بس بيكتسبوا بس أدوات وأساليب ومنهجيات في التعليم، كمان بيطوروا أدواتهم الثقافية، بتعرفوا على زملاء لهم بتجارب مختلفة في التعليم، لهم تجارب مختلفة في التعليم، بتبادلوا كتير الخبرات بين بعضهم البعض. كمان بيقدموا مجموعة من المتطلبات، هاي المجموعة بتأهلهم ينتقلوا للسنة الثانية وهكذا حتى ينهوا السنة الثالثة ويتخرجوا. هون خلينا نحكي عن المعايير لاختيار المعلمين بشكل عام. المعايير كتير حقيقة بسيطة، إنه أهم إشي هو المعلم اللي حاسس إنه هو عن جد بحاجة إنه يطور أدواته، يؤمن في دوره، إنه هو معلم قادر على التغيير، وبحاجة كمان إنه مهما كان عنده تجربة طويلة بموضوع التعليم إلا إنه يشعر إنه هو كمان بحاجة دائما إنه يطور وسائله وأدواته. تاني إشي الفكرة الالتزام كتير مهمة في المدرسة الصيفية، كتير مهم إنه يلتزموا في المساقات، في التدريبات، حتى في بعد ما يرجعوا من المرحلة المكثفة اللي هي مدة 11 يوم في المدرسة، في مدرسة الدراما، إنه يجربوا الأشياء، يختبروا الأشياء مع طلابهم، يكتبوا فيها مادة يقدموها. كمان احنا بناخذ في عين الاعتبار مثلا في اختيار المعلمين انه هو التنوع في المناطق، التنوع في التخصصات، تنوعهم بالمراحل التعليميه اللي بيدرسوا فيها. ممتاز. وهو التعليم على ثلاث مستويات، كل سنه بتتكرر كانها بتتبع، كانها دراسه يعني مرتبطه مع ما بيمارسه المعلم او الاستاذ خلال السنه الدراسيه الواحده، ليرجع كمان كانه هي زي تخرج للمستوى الثاني. صحيح. كل سنة في عنا برنامج جديد، في عنا معرفة ومهارات جديدة نقدمها للمعلم، يعني في عنا بنية برنامج كاملة لمدة 3 سنوات، كل سنة في إضافة جديدة. المعلم ما بيقدر ينتقل للمرحلة التالية إلا لما ينجز المرحلة الأولى بكل متطلباتها. كمان الإنجاز ضروري حتى يقدر يتمكن من فهم المرحلة التالية. جميل. طيب نحكي عن مشروع عمره 13 سنة، كيف لمستوا أثر، طبعاً الأثر الإيجابي لهذا المشروع أو هذا البرنامج على المعلمين اللي شاركوا على مدار الفترة الماضية؟ حقيقة الأثر بنقدر نلمسه بشكل كتير كبير بعدد الناس المتقدمين للبرنامج. إحنا بدينا بنواة كتير صغيرة،
وصارت تكبر تكبر تكبر، وهذا بدل على انه الاثر عم بيمتد. عم بيجينا يعني في البدايات كان مثلا يجي 100 و200 طلب، هلا عم بوصل طلبات الالتحاق ل 700 طلب. مش بس من فلسطين وكمان من الوطن العربي، فهذا واحد من المؤشرات اللي بتدل على انه في شيء مختلف عم بتقدمه هاي المدرسه، مدرسه الدراما. هذا بالنسبه للاعداد. بالنسبه للاثر اللي بتحدثه الدراما على المعلم نفسه وعلى اساليبه في التعليم وطريقته، انه بحس المعلم انه يعني بقدر نلمس الشيء من مثلا التاملات اللي بيكتبها المعلم في نهايه السنه، بيكتبوا لنا في المتطلبات اللي بيقدموها تاملاتهم في التجربه، انه قديش التجربه اضافت لهم، قديش التجربه غيرت من اساليبهم في التعليم. فكتير بنلاقي اثر كتير حلو حتى بنعكس علينا احنا كمعلمين او هي اكاديميه، انه عم بنحاول نمكن المعلم من انه يطور ذاته، يطور ادواته، يحب مهنته ويسعى دوما للتغيير. فبيكون في اثر كثير حلو، بيكتبوا كثير اشياء حلوه ربما للمعلمين. مطلوب التغيير للمعلمين. احنا هون نتحدث عن جيل يتغير دائما، وهذا الجيل مش اي ايضا حتى معيار او مستوى قليل او كل ما يعني يقدمه المعلم هو مقبول. فهون كمان ننتبه لاختلاف الجيل، تطلبات هذا الجيل متطلباته عم تختلف وعم بتزيد نوعا ما، كونه في مؤثرات خارجيه بتلعب دورها، بنقول التكنولوجيا